هذا البرنامج برعاية مدينة قديمة وكبيرة وشهدت على كل الحضارات من ترشيش تسمات وتعرفت بتونيزة حتى لين ولات تونس مدينة القلب الكبير بالتجار والحرفيين تعرفت وبسواقها الأربعين شهرت لي دايرين بجامع الزيتونة وهو رمز من رموز هالبلاد منبع العلماء ومدرسة في الدين والتسامح أسواق المدينة بكلها فن وهي أهم المعالم الحرفة عجدود وارثين بالنقشة عن نحاس مزينين حوانة الأسواق ومشوشين لسوق الترك صنعنا الجبة والفرملة والسروال تعاقبت عليها الحضارات والثقافات وتولد منها علماء ومفكرين وفي وسط المدينة تتعدى بين لونهجة وتتسحر بزينة الباب والشباك مدينة المساجد والمقامات ومن غير ما يفوتك سوق وسط البلاد بالخضرة والغلة يملق فف نساء ورجال ولد البحر يجيها من كل مكان والجزار يقص في اللحمة لصنافة البلاد لتودك بأحلى لقلات من سيدي محرز لسيدي بوسعيد الأبيض والأزرق لون الحيوت الباب والشباك وريحة الفل والياسمين فاوحة في كل مكان ومن قهوتها القديمة تفوح ريحة التاي بالنعناع وعطر القهوة التركية يريح الخاطر والبال واليوم الحرة التونسية تقولك أنا هي للة البلاد عسلامة ومرحبا بكم في الكوجينة كالعادة نحوص وندورو كامل أنحاء الجمهورية باش نجيبو لكم أبن وأعز لغوسات عالتوانسة الكل واليوم مشينا للعاصمة والعاصمة معانا طفلة حبت تعمل لنا حاجة بنينة والتوانسة الكل مغرومين بها وبرش عباد يقول هذيك الأكلة المفضلة متاعي تعرفوها 100% هي النواصر اليوم إيناس باش تورينا الطريقة متاعها دونك إنكم مازلتوا كي عرستوا وتحبوا تتعلموا الطبخ على قاعدة صحيحة والطبخ التونسي تبعوا حلقتنا متاع اليوم وكيف كيف كنكم تحبوا تعودوا تشوفوا طريقة النواصر على طريقة إيناس اقعدوا معنا وزيد على ذلك عنا معنا شيف سليم دويري أهلا بيك شيف اللي هو باش يقترح علينا كيف كيف حاجة حلوة وبنينة اقعدوا معنا وسورتو خليوا لنا لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا الكوجينا توت سويت نمشي بحذا إيناس إيناس شنحوالك عسلامة عليك سافا تري بيان شنو باش نعملوا اليوم النواصر النواصر اللي بالدجاج اللي محبوبة الناس الكل تحبها وشنو آخر مع النواصر باش نعمل سلطة بلانكيت مع النواصر قل لي شنو تستحق للنواصر ساعة بون الوغ للنواصر حاجتنا بالدجاج بصل بيان سور الحمص الفلفل وعنا النواصر وحشنا بالطماطم هي ياسر والسلطه بلانكيت دونك عنا الخبز بيان سور سلطه خبز بيت هذاك ما فيش كلام عنا السلطه مشويه حاضره ديجا نتاع سفير خرق العاده زيتون باش نزينوا به الهريسه تن والجبن الجبن هو نزلنا الميلكانام تاع ديليس هكا وي وبيان سور العظام شهيه من الفوق باش نجمو نزينو به السلطه فوالا والتون وعصره قارس باش نعملو فيها الخبز فوالا هي ياسر مي قبل ما نبداو في النواصر نمشي نشوف شيف سليم شنو حاضر لنا داكور شيف سليم شحوالك سافا شحوالك ملك في فورما قول لي شيف شنو باش نعملو اليوم باش نعملو ان اونترومي شوكولا باش نعملو جينواز شوكولا اي امبيبي بالجولدن كوفي 100% كافي بيور اي وبش نعملو اون موس شوكولا بالشانتي فانواز وبش نزينوها من فوق بشوية سوليز وكيفاش باش نردوها الكريم شانتي بالشوكولات باش نعملو غاناش هي بلوتو سي اون غاناش مونتي باش نعملو غاناش بالشوكولا وبش نطلعو الكريم ابار اللي هي كريم ديليس باش نطلعوها ابار ومن بعد نخلطوهم زوز مع بعض تري بيان دونك تستحق زاد الشوكولاتة سعيد من روسيت هكا كوفرتور نوار هكاك باهي باش نتسحق اخر نستحق الشانتي فانواز ونستحق الكريم ديليس اللي هي في الفريغو
هي اللي ياسر شايف ملا نمشي نواصر مغروم بالنواصر من جماعه هذوك قلت ابن ماكله عندي هذيك هي انت هو بالدجاج زاد اي بالدجاج بالدجاج كقرن الفلفل معاه اي عندنا راهو القرون الفلفل يستنيو باش تقليو عندنا كل شيء ايناس قولي باش نبداو بون تحب انا نبدا نفاوح الدجاج وانت تقص لي البصل هي ياسر تري بيان شنو تستحق الفاح للدجاج الوغ الدجاج ملح فلفل اكحل اي تيبل ملح فلفل اكحل وتيبل تيبل نخسكين الفلفل اكحل هكا فلفل اكحل وي هنا نحطوا الدجاج نحط تحط لي البصل يبدا يتقلى البصل يبدا يتقلى وهذوما لفحات ايبيسي سافور هيلين برشا دونك عندنا حطينا ملح فلفل اكحل شويه تيبل شويه كركم شويه باش اللي ما يحبش تجي حمراء برشا احنا ما نعملوهاش حمراء برشا في تونس العاصمه شويه زيد فلفل زينه باش ما تجيش حمراء فوالا ونخلطوهم الكل مع بعضهم قلت لي البصل لازم يكون كبيره فوالا اي خاطر من بعد باش يتقلى هو باش يذوب دونك يولي ما عادش يظهر نحطو يتقلى اي عاسي فوالا هاي بدات تغني ومن بعد نحطو نحطوا طماطم زيد ملك اي طماطم تاع سفير هون اخترنا طماطم فرشكة مقشرة ومهرسة بنينة وراي تجي حتى أبن فوالا تجي أخف من الطماطم وانت قلت لي ما نحبهاش تكون ياسر حمراء وفيها مطعم الطماطم قوي قد نحط لك والله أنا بالعين بالعين ولا قولي هكا سي بون سي بون سي بون عندنا نص باكو طماطم فوالا دونك انا جو لو في سا اما فاصون فما عباد يحبوها احمر شويه يزيدوا شويه طماطم دونك تحب هريسه ولا لا؟ نحطوا ان تو تشي بو شيش شويه تونه باش ما تجيش حاره فوالا اللي يحب الحار بيان سور ينجم يكثر شويه في ال فوالا هي فاحت ريحه البصل دونك نحطوا لها بديت الماكله الزمنيه البنينه وي توصل اللي نحنا في الكوجينا كعيبات الرند سي بون من توا نحطهم ولا انا نحطهم اي نحطوهم من توا حتى هما يتقليو شويه هكا فوالا ومن بعد جست نزيدو والقرفه لا القرفه بعد لنفور انا النواصر قبل ما نسقيها نحط ان تو بتي بو قرفه شويه فوالا باش تفوق اي خاطر فما عبيد ما يحبوا فما عبيد ما يحطوش فيها دايوغ بالكل بون انا ما فاسون جو لا في بنينه القرفه تعطي ان تو بتي شويه نكهه اما ماهيش حاجه قويه ما لازمهاش تكون قويه خاطر قويه هي من اصلها قويه نحطوا شويه انا الحقيقه راجلي ما يحبهاش القرفه ما ديما نحط له شويه والله وعمره ما يفطن بها جوستومون انا جي دي زامي معناها يجيو من برا وكل دي كنديان سا باس ان ابيرسو يقولوا لي فما ان فما ان ما يعرفوش شنو فوالا دونك اللي ما تقولوش ما يفطنش بها سي بون سي بون زيد تمل الماء اي زيني تعبي لي الماء اوكي وهكا نمرقوا نذكركم اللي اليوم نعملوا النواصر النواصر اللي بالدجاج نعملوهم بالطماطم الفريشكه ونعملوهم بشويه رن وبيان سور بشويه قرفه فوالا نصب لك مليكة سي بون فوالا انت تدخلي انت شايف صافا ولا نزيدوها شويه زيد شويه زيدوها تشيش فوالا دونك مرقناها مليح توا ما بقى لنا كان باش توا نحطوا النواصر تفور اي هاو خلي شويه زيت اي بيان سور مي لا استنيني قبل ما تعمل اي حاجه استنيني اوكي باش نجيو مع بعضنا باش نعملوا النواصر شيف سليم مليك باش نبداو باش نبداو بالجينواس يلا باش ناخذوا العظام الشهيه اي خمسة عظمات مليك الجينواز نذكر اللي هي الباز نتاع بريسك لي جاتو الكل ان توكا برشا جاتوات يتعملوا بالجينواز دونك الطريقه نتاع شيف سليم دويري تمكن لكم باش تعملوها بصفه سريعه وبنينه متاكدين منها 100% على خمسة عظمات قد ناخذوا خمسة عظمات ناخذوا 120 سكر 120 غرام سكر نحطهم في الباتور ومن بعد قد باش تحطوا عليهم فرينه فرينه باش تحطوا عليهم 80 فرينه و20 كاكاو
دونك استعملنا هوني الفرينه نتاع السنبله الذهبيه اللي هي فرين نتاع جاتويت تنجح مليح مع الجينواز. شايف 80 فرينه؟ 80 فرينه و20 كاكاو. 20 كاكاو. نجم نشوفوا اللي فريمون الكميه ولات دوبل، نجم ضعفت. هذوما باش نخلطوا عليهم قلت 80 غرام فرينه. Entre temps, Melek, on a besoin de chocolat à double. Saïd, 1000 recettes couverture noire. Sur 200 grammes. Ouais. 100 grammes chocolat. Donc, on a fait ça, Makadir. Et génoise, on a 5 kbit à dam. Allez, on a des sucres. 5 kbit à dam, on a 100 sucres. 100 grammes. Ça m'a fait 120 sucres. 120 grammes. سكر عليهم 80 غرام فرينه و 20 غرام كاكاو. جيب لي الكريم فريش ملك. توت سويت شيف، خليك ملك. اعطيني انا نكمل هذا. الجينواز نتاعك ونمشي نجيب لك توت سويت الكريم فريش. اوكي. دونك اخترنا الكريم سوبيريور نتاع ديليس. باش ناخذوا 200 غرام. 200 غرام كريمة. ذكركم زادة اللي باش نستعملوا الكريم شانتي فانواز سهلة برشا. 115 مليلتر نتاع حليب ديليس بارد عليه شكارة. كريم شانتي فانواز تركضوهم بالفيتيس القوية نتاع الغوبو نتاعكم لمدة دقيقتين وهكا تكونوا كريم شانتي. مريقلة ما عاشكم باش تزيدوها حتى شيء. هلا باش نحطوها هذايا ال 200 غرام باش نحطوها تغلي. دونك باش نحضروا القناش نتاعنا نتاع الشوكولاتة. دونك خذينا 200 غرام كريم فريش عليها قداش شوكولاتة؟ عليها 200 غرام. 200 غرام قد الكريم فريش قد الشوكولاتة باش نخلطوهم مع بعضهم. قاعدين من شيرة نغليهم في الكريم فريش ومن الشيرة الأخرى نذوبوا في الشوكولاتة وبعد باش نخلطوهم مع بعضهم. هذه الباز نتاع الموس نتاعك، الموس الشوكولا نتاعك. من بعد باش نزيدوهم الكريم شانتي 300 غرام كريم شانتي فانواز. ايه عندنا الجينواز نتاعنا، الفور قداش لازم يكون سخون؟ 180 180 درجة لمدة 10 مينوت 10 دقائق 180 درجة. نشوفوك جوست شاف كيفاش تحطوا في السيركل نتاعك. كان ما عندكمش سيركل في الدار مش مشكلة، هذه البلاك نتاع الفور تنجموا تحطوا الجينواز عليها الكل ومن بعد تقصوا في الفورمه اللي تحبوا عليها. باش نخليك شاف انا بهالي باش نهز لك الجينواز نتاعك في الفور باش نخليك تعمل قهوه الجولدن كوفي نتاعنا اللي هو باش تبل بها الجينواز. باش نبلوا الجينواز من بعد باش ما تبدا شايحه. فوالا ميرسي شيف. عايشك. اتوت سويت. اتوت. شيف سليم شنو بقى لنا باش نحضروا؟ عندنا الشوكولاتة ذابت والكريم فريش تغلي. حضروا القناش. ذكركم 300 غرام شوكولاتة عليها 300 غرام كريم فريش. القناش نتاعنا حضرت. نخليك شاف تحط لك كريم شانتي والحليب يدوروا مع بعضهم باش نطلعها شانتي. باش نرجع للنواصر. وباش نرجع للنواصر اكزاكتومون. زينة ساجة شنو هو اللي نسيناه؟ نسينا الحمص. الحمص الحمص من توا يتحط. اما ما نسيش خاطر مامي جاردن ديجا تايب. دونك نجمو نحطوه. دونك نجمو نحطوه. فوالا نزيدوها شويه ماء نجيب الغيسيبيون تاع اللي باش نخلطوا فيه النواصر. ريحة النواصر ان توكا خرجت. نزيدوها شويه ماء ملاك. والله انا ظهر لي سي بون سي بون. الا نخلطوا النواصر. ريحه النواصر خرجت هكا. ملا نحطوا النواصر خلطها هنا. اي فوالا. دونك باش نخلطوا النواصر. شنو تستحق قلت زيت؟ فوالا نعملها بشويه زيت.
زيت نجمة زيت نباتي وإلا زيت زيتون؟ أنا نعمل زيت نباتي، ما نعمل زيت نباتي. كون لو ميل كله هبدو قوي. ماما هكا سافا. قولي هكا سي بون. فوالا نحطو لها شوية زيت. أي. فوالا. فوالا. خلطوها. أوب. فوالا. تبقى لها كان القرفة هكا؟ القرفة بعد لطيب نحطو أن تو بتي بو. وبتعطي نكهه الجرينات نتاع الفلفل اللي باش نقليهم وباش نزينوا بيهم في الاخر. النواصر نتاعنا القرفه نجيب لك اللي تستحقوا الكل للسلطه البلانكي. دونك عندنا الهريسه بالطبيعه، الخبز، العظم صمتناهم عظم طيب يابس، القارص، التن، جبن باش نرتحوا شويه من الحمريه. وي وهكا يكون عندك. نبدا نقص الخبز مالك ولا تحب تقص انت؟ هنا قصولك، تحب قصولك قصولك. لا مالا انا نحضر اونتخ تون الخليط نتاع الهريسه. هريسه وقارص والزيت ونزيدوه شويه ماء. خلطوا فيه فوالا. ما نعملوهاش حاره برشا خاطر ديجا السلاطه مشويه ساعات تبدا حاره برشا. هذه فريمون سلطه سهله على خاطر بسلطه مشويه نتاع سفير كل شيء حاضر، والخبز البيض ديما موجود ديما موجود في رمضان. عادي في رمضان ما نشتهيو برشا في رمضان، ديما ناخذ خبز بالزيت حتى كان ما عندناش ماكله بالخبز ناخذ خبز. فوالا دونك هذايا نزيدو شويه ماء سي بون. نزيدو شويه ماء. نذكركم اللي اليوم مع ايناس اللي جاتنا من تونس نعملوا نواصر بالدجاج وفيها هكا كلكوز استيوس كيف ما القرفه كيف ما برشا حاجات كيما الفاح نتاعها. ننصحكم كان راتيتو البارتي الاولانيه نتاع ليبيزود باش تمشيو على الباج فيسبوك نتاعنا الكوجينا وين تلقاو الغوسيت باللي ديتاي نتاعها الكل، ومع الشيف سليم دويري باش نحليو ان اونترمي اون بلوس من بعد باش يزيدني لا سوري سور لو غاتو. هذا الكل اليوم في حلقه الكوجينا. وين وصلنا؟ هاني قاعدة نعبي في الصحن. نحل لك السلاطة مشوية. وي سي فو. فوالا نزيدو سي بون ولا مالك شقاولك؟ باهي باهي كيكا سي بون. هاي الياسر. فوالا هي السلطة هي شقاولك خارقة العادة. جبن وقت نحطوه؟ جبن من بعد نحطوه باش زين. وين نعملو كعبة ونخليك انت اوكي تكمل الباقي. نرجع خبير. انا نذكركم بالمنيو نتاعنا نتاع اليوم. المنيو نتاعنا نتاع اليوم نواصر بالدجاج سلطة بلانكيت وانترمي بالشوكولاتة. مازالو بوكو دو بريباراسيون يستناو فيكم بعد فاصل صغير. فاسألوا أهل الذكر ردوا بالكم ما تتفرجوش فينا على القناة الأولى. الحمد لله الحمد لله إننا نعي ربي كل يوم في رمضان على القناة الوطنية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عسلامة، مازلتوا معنا في الكوجينة وين فاحت الريحة البنينة ومن ناقصها كان ظهر لي شوية البن نتاع ديليس للنواصر نتاعنا اللي حضروا سيي وزينتهم وحطيتهم زادة في النحاس مش هكاك يقعد على قوية نتاعها.
دونك حاجه بنينه وريحتها بنينه هكا، فما ريحه شويه بتاع قرفه تجينا من الاخر. اي شويه تكمل جوست تزين سلطه البلانكيت. انت سليم حضرت لك كلكو بيتيت دانات باش نمشيو مع الديسير نتاعك. نكملوا المونتيوا. اوكي خرجنا جنواز ولا نبيبي شويه بالقهوه. دونك العمليه هذه تمكن لنا باش تقعد الجاتو نتاعنا يقعد نقولوا احنا ما يشيحش، اون بلوس هكا فما نكهه نتاع القهوه البنينه. نانا سي بون اون فا ديمولي في الصحن ديريكت. فات عليك شيف. ميرسي. هذه الباز نتاع الجاتو نتاعنا ديتوها سهله ما فيها حتى شيء. نجيب لك ال نجيب لي شونتي. اي نشونتي بالشوكولاته نتاعنا حضرت حطها في البوش. نذكركم باش نزينوها بالسيريز بوريقة نعناع وبيان سور باش نحطوا عليها شويه بوفريوا ايبيسي سافور. كيكم تتسالوا وين تنجموا تلقاو المنتوجات نتاع ايبيسي سافور تلقاوهم ساعه في المغازات العامه الكل، وتلقاوهم زاده في المغازات الخاصه فلفل شقرون شمس اللي موجودين في صفاقس وفي تونس وقريب على كامل تراب الجمهوريه. وهكا نجمو نشوفو اللي سهل برشا باش واحد يعمل ان جاتو معناتها فريمون خير من اللي نشريوه لبرا وارخص ويتكلف لنا خير ومنتوجات سهلين وموجودين في كل بقعه. باش نحطو ورقات نعناع. فوالا نكملو بشويه تكون بريسك حضرت. كملوا شويه لوز حطوا هكا يعطيك الصحه شيف سليم. حاجه تشاهي في رمضان ورمضان بدا يصعب شويه الناس نرجع بحذاك النواصر نتاعنا كل شيء حاضر. السلاطه نتاع البلانكيت دريسيناها مليح سي بون. ما بقى لنا ظهر لي كان شويه البن. اليوم نذكركم عملنا نواصر بالدجاج، عملنا سلطه البلانكيت وعملنا اونترمي بالشوكولاته. تعلمنا كيفاش نعملوا الجنواز، تعلمنا كيفاش نعملوا الموس اللي بالشوكولاته. حاجه سهله ما تشدش اليد، كل شيء يتيب اون طون ريال. دونك 45 دقيقه هذا هو الوقت اللي لازمكم باش تعملوا المنيو نتاع اليوم. تونس مدينة الأسواق والناس الزمنية، نقشة الباب والشباك تشهد على الاستضافة، ومن قلب البلاد العربي تفوح ريحة النواصر من إيديات مجدية وبنت حومة عربي. وزيد الطاولة بسلطة البلانكيت تعمل 66 كيف، وهذا ما وددته لنا اليوم ضيفتنا إيناس. الشيف سليم في الديسير ينقش ويعمل لنا أنترمي بالشوكولاتة والسوريز. وين نقول لكم مع القهوة جولدن كوفي كابسول تبنن واعمل 66 كيف. ان شاء الله يكون عجبكم المنيو نتاعنا نتاع اليوم، وننصحكم باش تمشيو على الباج فيسبوك نتاعنا الكوجينا وتشاركوا في اللعبه نتاعنا، تجاوبوا على سؤال وتدخلوا اوتوماتيكمون في القرعه كان الاجابه نتاعكم صحيحه، وهكا تنجموا تربحوا ان غران لو من عند فكير. انا ما بقالي يا جماعه باش نقول لكم شاهيه طيبه. احنا الشاهيه نتاعنا ان شاء الله باش تكون طيبه بهالنواصر وها خيرات ربي الكل اللي عنا اليوم على البلاتو. باي باي على بروشين.
هذا البرنامج برعايه